لمتابعو قناة الذين يريدون الدخول للسحب العشوائي الذي نجريه كل شهر على هدايا OMG أو قسيمة مالية، كل ما عليك فعله الاشتراك الضغط على زر الاشتراك هذا الذي باللون الأحمر وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد وكتابة أي تعليق تريده أسفل هذا الفيديو لكي أدخل اسمك على عجلة الحظ. لا تنسي أصدقائي، السحب سوف يكون في 1/7. ما أجمل هذا الإصدار الجديد، يشبه صندوق الهدايا. أو ماذا يوجد بداخل هذا الصندوق؟ أو لا شيء. ما يميز هذا الصندوق أنها أتت ب12 لعبة على عدد الأشهر، في كل شهر لدينا لعبة، لذلك سوف نحصل على 12 شخصية على عدد الأشهر. شخصيات جميلة، لكن السؤال هنا، هل أستطيع معرفة الشخصية قبل أن أفتحها؟ مثلا مواليد شهر 1 أو 2 أو 7؟ لا أعتقد هذا، أعتقد هذا لأن الصناديق متشابهة. أن هذه الألعاب لا يوجد ترميز أو أرقام تميز هذه الصناديق، لذلك هي صناديق عشوائية. كما قلت لكم، هذه لعبة المفاجآت، لا نستطيع أن نعلم ما بداخلها. حسنا، أول الصندوق ونرى ما هي الشخصية التي سوف نحصل عليها. واو، صندوق جميل نستطيع الاحتفاظ به. ها هو شكل الصندوق من الداخل. ها هي أول شيء حصلنا عليها، هذه الحقيبة الصغيرة. واو جميلة، مكتوب عليه بارتي. واو، ها هو الكيس، نستطيع أن نضع أشياءنا بهذه الصناديق. واو، فكرة في غاية الجمال أن نحتفظ بهذه الصناديق. دعونا نتعرف على اللعبة. ها هي الشخصية الأولى التي حصلت عليها. واو، ما أجمل شعرها. يا ترى أنت مواليد أي شهر؟ دعونا نرى. وها هي ثيابها باللون الأزرق وأيضا جلتر، وأتت معها هذه. واو، ما أجملها. هي حافظة الماء. واو، وها هو اكسسوارها، اكسسوار جميل. وها هو حذاؤها، أيضا حذاؤها جميل جدا. ها هذا المسج، والمسج يقول افتح الهدايا. وهذا كتيب صغير. يشرح لنا أن له إلى قبعة، قبعة عيد الميلاد. وها هي القائمة. دعونا نتعرف على الشخصيات. الشخصية التي حصلنا عليها هي شخصية شهر ديسمبر، وهي تتبدل في الماء البارد أو الدافئ. أنا مستغربة من الشركة أنها لم تحدد اللعبة. مثلا إذ أردت أن أهدي مواليد شهر 8، كيف سوف أهديهم؟ هذه الشخصية سوف تكون اختيارات عشوائية. حسنا، هي أيضا نفس الشيء، أيضا كيس هدايا جميل. حصلنا على لون مختلف، اللون البرتقالي. نستطيع أن نجعلها قبعة لما عدد التعليمات. هكذا أصبحت قبعة للإلوئيل. هيا نتعرف على الشخصية التالية. واو، حصلنا على هذه الشخصية. واو، شخصية جميلة، لون شعرها لون جميل. وها هي ثيابها
واو، انظروا إلى ثيابها، ثياب جميلة. أعتقد أن هذه الشخصية شخصية شتوية، من الثياب قد علمت. أيضا حصلت على هذا الإكسسوار. واو، حصلت على نصف قطعة بيتزا. وأيضا حافظة ماء. واو، انظروا ما أجمل الحذاء الشتوي. واو، أحببته كثيرا. وها هو المسج الذي أتى معها. تقول جروب فوتو، أي أنها تحب التصوير الجماعي. وها هي القائمة. أين أنت؟ اسمها بامبكن سبايس، إنها من البامبكن. اسمها بامبكن سبايس، وهي شخصية نادرة جدا، وهي شخصية تبصق الماء. واو، حصلنا على مواليد شهر 11. واو، حصلنا اليوم على مواليد شهر 11، وهي نادرة جدا بامبكن سبايس. وأيضا حصلنا على مواليد شهر 12، لذلك أتت ثيابهم ثيابا شتوية. ها هو الماء البارد، دعونا نراك. واو، لقد تبدلت. ها هو تبدلها. ها هي فكرة الإصدارات الجديدة. ألوآل سبرايز بريزنت سبرايز، أن تأتي الألعاب بصناديق جميلة مثل صناديق الهدايا، وهي بشخصيات حسب الأشهر، حسب أشهر عيد الميلاد. أنا لن أفتحها كلها لأني سوف أخصص أربعة منها هدايا شهر 8.